وصل صوتك. ضيفنا السيد العميد فاضل موسى نائب المجلس الوطني التأسيسي عن حزب المسار. من مناجع للدستور السيد عبد الستار موسى كان اعطى تصريح الوزير كيف منذ قليل زميلة بشرى السلمي حول الحكومة الجديدة. سؤال زوز أسأل أنفات قداش من وزير من الحكومة حكومة السيد علي العريض باش يحافظ عليهم وقداش فما من وزير في حكومته الكل؟ هذه إجابة العميد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. 20 وزير فقط. 20 وزير فما من الوزارة القديمة؟ ما يعني لا ما مبدئيا ما فماش، فما واحد برك وفما تعهد أنه وزير يفكر. واحد برك وهو وزير الداخلية طبعا وتعهد أنه سيد مهدي الجمعة مازال يخمم. اسكو يبقي عليه او عنده مقترح واحد اخر؟ ما تعليقك على هذا سيد فاضل موسى؟ ساعة اظن وانه وقت اللي اقبلنا الفرضية هذه بعد ذلك التوافق الذي حصل في الحوار الوطني، الفكرة كانت وهو انه يجب ان يقع ان معناتها تشكيل حكومة جديدة بكاملها بكل عناصرها، ولهذا اظن وانه يكون ورقة بيضاء. هذاك الكلمة قالت ورقة بيضاء، ولهذا أقول وأنه من المستحسن لرئيس الحكومة الجديد وأنه يكون قد فهم كما ينبغي هذه الرسالة، وما أظنش وأنه يعمل منها ويخلق منها ربما إشكال للتمسك بوزير من الوزراء أو وزيرين أو أكثر أو أقل لست أدري. المفهم والمفيد وهو أنه يعطي الانطباع وأنه فهم وأن يجب أن تكون هذه الحكومة متكونة من تكنقراط من خبرات اللي ما همش متسيسين إلى غير ذلك وما يكونوش من الحكومة السابقة. أنا في نظري النجاح متاعه السياسي يكون على أساس هذا المبدأ، وإلا فأقول وأنه سيقع التشكيك فيما بعد في على كل حال في أعماله وفي، وهذا ما لا نرضاه لأنه النية متاع الناس كل اليوم وأقولها وأنا أنتمي معناتها إلى حزب موجود في المعارضة، وأنه إعانة هذه الحكومة وإعانتها بالفعل يعني مش كلام يعني، ونحب احنا تونس تخرج من الأزمة هذه اللي موجودة فيها في أقرب الأوقات، وإن شاء الله الانتخابات تتم في أحسن ظروف يكون الدور متاعه فاعل باش أنه يعطي انطباع متاع ثقة للشعب التونسي، وهذا ما نرضاه جدا، ويجب الانطلاقة متاعه تكون بدون أي حسابات التي تجعل هنالك نوع من التشكيك وكأنه يريد أن يبقي. شنو المجال شنو اللي فما معناتها باش أنه يأخذ مثل هذا القرار نتاع الإبقاء وقت اللي يفهم وأنه من حوله الصورة اللي يعطيها وأنه ناصعة هو أنه يتخلى عن كل الذين كانوا في الحكومة السابقة. عندكم مخذين قرار معين إذا تم الإبقاء على وزراء من حكومة العريض في اتجاه المساندة وعدم المساندة؟ بطبيعة الحال أنا مش نقول مش باش نساندوه ولا باش نساندوه، على خاطر هو وقت اللي باش يأخذ هالقرار هو يعمل قراءة تصور ويأخذ فيها يعني مخاطر. أنا نقول من حبوه وش يأخذ مخاطر في الحالتين مش ياخذ مخاطر. لا لا الاولانية ما ياخذش مخاطر، ما نجم ياخذش ثقة في المجلس. لا لا ما لا اللي يتحصل عليش اذا كان لا اذا نرجع ل 22 اللي موجودين في الحوار الوطني، اذا كان هم وقعوا على وثيقة اللي المبنى متاعها والعناصر متاعها كلها توحي وانه ستكون حكومة جديدة متكونة من تقنقرات الذين لهم كذا. قال محسن مرزوق سيكون انتحارا لو صوتوا ضده في المجلس. لا مش باش نصوت مش لا لا معناها لو لا هو انتحار انتحار لو انتحار. الأغلبية ما صوتش لصالحه. لا الأغلبية شوف الأغلبية إذا كان فما أغلبية تنجم تصوت لصالحه من غير أي مشكل. أنا ما نصوروش وأنه مهما كانت الحكومة اللي باش يقدمها يبداوش فيها حتى أربعة من الحكومة القادمة ما يختارهم إلا ما يتحصل قبل على الأغلبية المريحة التي يريدها، ولهذا مش باش يمر بالاغلبيه اللي باش نعطيها له احنا ولا باش نعطيها له ربما بعض الناس الاخرين. لا سؤالي كان هو قلت محسن مرزوق قال انه معناها انا طرحت له سؤالي قلت ربما يخم الابقاء على بعض الوزراء نزولا عند رغبتي او ضغط احزاب الترويكا حتى يحصل على الاغلبيه في المجلس، اذا كان ما اذعنش لضغوطاتهم فانه الريسك انه ما يخلصش الاغلبيه في المجلس. فاجابني محسن مرزوق قال لي اذا كان الترويكا اغلبيه
الترويكا ما يعطيوش ما يصدقوش معناها ولا ما يعطيوش الثقة في المجلس فسيكون انتحارا سياسيا. لا أتصور وأننا سنجد أنفسنا في مثل هذه الوضعية، لأنه المهدي جمعة في الوقت الحالي هو ينتمي إلى هذه الحكومة السابقة، له محقق اتصالات وعلاقات مع الذين لهم معناتها الأغلبية الموجودة، هنالك حوارات بين الترويكا لأنها ستواصل، الترويكا هي اللي عندها الأغلبية، ولا أظن أنه سيختار هذا الوقت بالذات حتى يخلق مثل هذه الأزمة اللي بعد باش تدور على ينقلب السحر على السحر. ولهذا ما نتصورش أنا من الفرضيات هذه الكل ما نمنش بها، أقول وأنه في كل الحالات لا يمكن له أن يدخل إلى هذا المجلس الوطني التأسيسي إلا ما يبدأ عنده الثقة الكاملة بالحكومة اللي يعرفوها، شكون الترويكا يعرفوا الحكومة اللي باش يقدمها وباش يصادقوا عليها بالمسبق ويتفهمون الوضع، وعلى أساس ذلك فلا أتصور وأنه سيكون هنالك مفاجأة من نوع أنه لن يمنح هذه الأغلبية. هذا سيناريو اللي أنا نستبعده وما نقولوش. الحاجة الوحيدة اللي يمكن نستبعدهاش هو أنه هو شخصيا يرى وأن المسألة صعيبة، وأنه هو في تقديراته الشخصية ربما عنده أشياء أخرى اللي احنا نجهلها، ويقول أنا في هذه الحالة لا يمكن لي أن أقوم بهذه المهمة. معنى هذا هذه يمكن فرضية يمكن أن تحصل من فرضيات، أما فيما عدا هذا إذا كان خذها الخط السياسي باش يواصل فهو عنده فرضيات عديدة. نعم. ويعرف أنه عنده الأريحية بتاع الواحد، وكما زيد عليها الأغلبية المطلقة 50+1 بسهولة، أنت حركة النهضة وضيف عليها معناتها مجموعة حتى من المستقلين قطع النظر على التكتل واللي هم معاه إلى غير ذلك، فيتحصل على 120 معناتها من غير حتى أي إشكال وتحصل الأغلبية، لكن بعد ما يلقاش روحه فك الجو التوافق العام. احنا شنو نحبوه؟ نحبوا جو التوافق العام تاع الحوار الوطني وخريطة الطريق، يلزمنا نقعدوا فك المنهجية هذيك. وقتاش التصويت على الدستور برمته بثلثين؟ الى الساعة هذه اللي احنا قاعدين نتحدثوا فيها ما ثماش حتى شيء او مؤشر او قرار يتعلق بتنظيم الجلسة العامة التي سيتم فيها المصادقة بالثلثين على مشروع الدستور. سي الحبيب خضر قال مقال عام الدستور قال أنا على كل حال أنا الشيء اللي نعرفه وهو أنه ما تلقيناش احنا كنواب أي إشعار رسمي معناتها في هذا الصدد. أنتم ماذا بيكم لو كان يوخر؟ احنا الإشعار الرسمي الوحيد الذي تلقيناه هو أنه الصيغة النهائية المعدلة من فصلها الواحد إلى الفصل 149 بعد التعديلات العديدة والتنقيحات وإلى آخره اللي أصبحت ما عادش ظاهرة بالكدا في عديد جوانب منها، فوقع صياغتها من جديد ووضح يعني في الترتيبات التي وقع فيها التعديلات إلى غير ذلك، ووضعت اليوم على ذمة النواب يعني في المساء، ولهذا يلزم الاطلاع عليها وقراءتها. وكما قلت أنا في الجلسة العامة وأكدت على الموضوع هذا، ما هوش معقول وأنه هذا المشروع يمر بكل سرعة للمصادقة عليه بثلثين قبل أن يقع قراءته ماليا من طرف النواب وكذلك حتى من غير النواب، حتى من طرف يعني خبراء زاد أيضا أعين خارجية لعل تسللت فيه بعض الأخطاء لغوية أو ربما استعمالات لفظية أو قانونية ما هيش صحيحة، والتي تكون قد غابت بعد التعديلات التي مرت بسرعة وبتنقيحات تلو التنقيحات إلى غير ذلك. فالعمل تحت الضغط هذاك في بعض الأحيان العباد الكل ما تفيقش يعني بالأخطاء يمكن، ولهذا شوية من التريث وأرى، وهذا قلت المرة الأولى في دستور غرة الجوان في المشروع بتاع غرة الجوان، مش معقول باش الإنسان يزرب غرة الجوان يعني 2013 معناها الإنسان يأخذ وقت حتى 24 ساعة باش يقراه، ثم أنه بعده إذا كان يظهر وأنه ما فيهش أخطاء فيا حبذا والحمد لله، إذا كان يظهر وأن فيه ربما أخطاء موجودة هنا وهناك في ذلك الوقت الجلسة العامة اللي باش تجتمع تبدأ ساعة تصلحك الأخطاء هذيك بالرجوع إلى تلك الفصول فصلا فصلا إذا كان اقتضى الحال، وبعد ذلك تمر على المصادقة عليه بالثلثين. إيه احنا اليوم الوقت هذا ما زلنا ما خذيناهش وما قريناهش، أنا واحد من الناس ما زلت كيف خذيت الوثيقة هذه ما زلت ما قريتهاش، ما زلت ما قريتهاش بالتأني الواحد باش نشوفه باش نثبت، فماشي أخطاء فماشي حاجات فماشي ربما إصلاحات التي تمت المصادقة عليها من طرف الجلسة العامة بالنسبة للفصل والتي لم تقع إدراجها مثلا، هذه الكل معناها يستدعي هذا. إذا كان حطيت أنت المشروع هذا وصادقوا عليه بالثلثين تولي ما عادش تنجم تمسه إلا بالتعديل، والتعديل تعرفوا وأنه التعديل عنده إجراءات، والإجراءات متاع التعديل إذا كان عملنا تعديل متاع فصل من هذه الفصول يكون بالثلثين وبالاستفتاء.
ما تتصور العملية. ولهذا ما نجموش اليوم نقمروا سمحني في الكلمة وأنه نسرعوا فيه باش نخرجوه بغير ما ناخذوا حتى نهار معناته باش الإنسان يقراه ويتمق حتى يبدأ يطمئن قلبه وأنه ما فيهش أخطاء. هذه مسألة طبيعية وضرورية. إذا ممكن أن يصير التصويت يوم الأحد. ولهذا إذا كان هذه العملية ما زالت ما تمتش ما نصورش كيفاش غدوة باش تنجم تجتمع باش وقت يعني ما نكونوش لبينا الظرف الأول. وأنا هالكالندريات وهالأجندات اللي معمولة على أساس اعتبارات أخرى بالنسبة لي أنا لا أعتد بها. لا معناها ربما فما توقيتات متاع ترتيبات متاع نهارات كما المرة الأولى كانوا يحبوا يجي في 14 جانفي على أساس وأنه يتطابق مع ماهوش ممكن. ما نبداش نخدموا ليل ونهار علاش باش نخرجوه يوم 14 جانفي كيما عملنا في يوم غرة الجوان. كان مش الغسره ذيك راه مش غرة الجوان. صار الخطا علاش صار الخطا النهائي حتى نتاع الاحكام الانتقاليه على خاطر يحبوا يخرج في البرومي جوان نهار غرة الجوان. غرة الجوان هو اللي كان المعيار نتاع الاخراج نتاع الدستور. لي اليوم انا مع فوت 14 جانفي مانيش على نهار ولا اثنين معناه والا عندها اجنده نتاع كتلازم المسارات يلزم يوقع عليه ويلزم ما نعرفش شنو يخدم لا اي ماهوش على خاطر هو فما اجنده نتاع نهار ولا اثنين زايدين على اساس واحد الكل باش يجي عطلني انا او باش يجي يمنعني انا باش نكون ناخذ احتياطاتي الكامله باش نقراه نهار زايد. اتهمك سيد العميد انك ما تحبش سيد العريضي صحه دستور. لا لا علاش لا ينجم يصحح عليه ينجم علاش انت خايف على خاطر غدوه سيدي رئيس الجمهوريه نعملوها فرضيه ما غدوه باش يقدم هو في 15 يوم في اخيره يعني رئيس الجمهوريه يلزم فورا يعطي الرئيس التاسيسي نهار الاثنين من بعد الاخر في ثلاثة ايام نحي نهار اللي لا يعتد منه ما تعدوا حتى نهار الخميس الجاي معناها مازال عنده الوقت ماهوش مساله نتاع الحسبه معموله يقدم نهار السبت نهار الاحد اوف مع النهار الاثنين ومن بعد هو يعين في ثلاثة أيام أقصها ثلاثة أيام الخميس مثلا معناها ماناشي معناتها ما فما عنده متسع ماهوش نهار زايد باش الإنسان يقراوه الناس الكل تشوفه ومن بعد على القليلة وقت اللي تدخل تصوت على ثلثين تبدأ تعرف وأنها قراته برمته وتعرف برمته وتعرف معناتها شنو المآل نتاعه. ولهذا ما نخافوش وأنا ما عنديش أي معناتها ما عنديش أي شك وأنه سيمر معناتها بالثلثين ما فماش معارضة كبيرة. هل هو دستور توافقي؟ لأسباب علاش أول توافقي اثنين لأنه كيف تشوف الفصول كيفاش وقع التصويت عليها كلها تقريبا 170 180 صوت معناها إلا البعض منها قليل جدا ولهذا معنى والجو العام اللي موجود بكل صراحة معناتها ما نتوقعش وأنه معناتها فعلا يمكن وإن كان كل اللي رناه يعني في العامين بعد ساعات مفاجآت يعني يمكن أن تحصل لكن ما نتصورش في هذا في تقديري على كل حال وأنه سيقع بل بالعكس هو على قد ما تزيد تعطيه الفرصة باش أنه يكون مقنع على أساس الناس كل قراته إلى غير ذلك إلا إذا كان تقول والله كان باش يقرأه وتو يتمعنوا فيه يحتمل تو البعض باش يظهر لهم معناتها في نهاية الأمر ما يستحقش باش يصدق عليه بالثلثين وهذا يتجزاه على خاطر عامين وإحنا نخدم عليه والناس كل تعرف المحتوى. سيد العميد يسأل المواطن التونسي بعد تصويت على الدستور باش يجي فما القانون الانتخابي باش يحضر القانون الانتخابي اللي تقريبا جاهز هو فيه بعض الخلافات او بعض النقاشات باش تصير من بعد شو قاعد يعملوا نواب المجلس في الاحكام الانتقاليه ينجموا ياخذوا مجموعه من القوانين التي تتعلق بالوظائف التي عندها علاقة بالعدالة الانتقالية التي عندها علاقة بالمؤسسات المحدثة من الدستور أو التي يتحدث عنها الدستور يعني أحصر المهمة متاعه ضيقت المهمة متاعه ما عادش عنده باش يقعد يأخذ القوانين ولهذا والمراقبة الحكومية لأنه عنده المراقبة الحكومية وإحنا نتحدث على مراجعة الفصل 19 متاع سحب الثقة من الحكومة هذاك علاش الموضوع هذاك مطروح لأنه ستواصل المهمة متاعها والوظيفة متاعها في مراقبة الحكومة معناتها النقاش مع الحكومة ولهذا وقع الاختيار متاع هذا صحيح وأنه ربما العمل متاعها لكن عندها مجموعة أيضا من القوانين التي أدرجت وأدخلت هنا إشكال سيقع وطرحه هل أن هذه القوانين التي أدرجت التي سجلت هل ستواصل النظر فيها أو أنها بحكم التضييقات اللي موجودة في الدستور فهي لا يمكن أن تنظر فيها من جديد هذا موضوع ولهذا معناتها إحنا طالما وأنه وقع إدراج الفصل اللي يقول في خريطة الطريق
وفي التوافق اللي حصلت في الحوار الوطني، وأنها ستواصل مهمتها إلى تاريخ أن يقع انتخاب المجلس الوطني، المجلس النواب الشعب الجديد ورئيس الجمهور والمؤسسات المحدثة عامل المفاوضة الثلاثة القديم. ولهذا معناها وتطبق الأحكام الانتقالية، لأنه مفروض وأنه تنظيم مؤقت السلطات العمومية من المفروض وأنه سيقع يعني تقريبا بطريقة غير مباشرة إلغاؤه والإبقاء على البنود التي تم ذكرها في التنظيم المؤقت في الأحكام الانتقالية. نعم. متاع الدستور. تكون فرصة طيبة للنواب باش يعملوا حملة انتخابية قبل الانتخابات الجاية، هذا هي لا يسر معناها العملية. صحيح. احنا فما مطلب نتاع انه العمل نتاعها تنتهي في 3 أشهر بعد ان يقع المصادقه على الدستور، فما وقعت طلب مع ذلك، لكن مع الاسف ما تحصل الا على 37 صوت. وهنالك بطبيعه الحال في البحث على التوافق وقع ترجيح فكره وان هذا المجلس الوطني التاسيسي يجب ان يتمم مهمته معناتها الى غايه الاحداث و انتخاب المؤسسات نتمنى الجديدة. نتمنى أن يكون أتم مهمته في على الأقل بوجه باهي ويخرج بصورة باهية، وعلى الأقل أعماله تكون إيجابية. نحب نشكرك برشا سيد العميد، بارك الله فيك على حضورك معنا. شكرا. ملاحظة أخيرة. ملاحظة أخيرة نقول أنه الدستور هذا البعض بشرا فيه وأنه إيجابي، البعض بشرا فيه وأنه مش فرحان به، كل واحد يقرأ الفصل يلقى فيه جانب يهمه ويعجبه، لكن يلقاه في الجانب الآخر ربما يقول النقيض نتاعه أو ربما يلطف منه ويعدله. هذه باش تأخذها صورة كاملة على الدستور لأنه الدستور توافق. ثم نحب نقول وهو الدستور محمد إبراهيم هذا إذا كان وصلنا لها النتيجة هذه الله يرحمه. لماذا؟ لأنه كيف توفى محمد إبراهيم انسحب النواب وخرجوا إلى باردو وصارت العملية ورجع الوفاق عن طريق الحوار الوطني وخريطة الطريق، ودخلنا في مسار إصلاحي جديد ودخل على أساس وجود توافق، ولولا ذلك لما يكون هذه النتيجة. وبطبيعة الحال الجو رجع معناتها في جو توافقي جديد، ومعناتها تنصلنا من المصادمات والصدمات التي كانت موجودة في الوقت السابق. شكرا جزيلا سيد العميد محمد الفاضل موسى. فاضل موسى ما عندكش محمد فاضل موسى فيها محمد فيها العربي وفاضل محمد العربي فلا محمد نذكر في خاطر اسم مركب نذكر في اللغة محمد العربي الفاضل موسى سيد